أيها الناس، أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشا، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس، يتحننوا على أيتامكم، وتوبوا إليه من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوا، ويلبيهم
إذا ناداوا ويستجيب لهم إذا دعوا. أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنا بطول سجودكم. واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء، فإن الله يغب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر من. يا أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقا كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف منكم في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابا، ومن كف فيه شرا كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم يتيما أكرمه الله يوم يلقى، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقى، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقى، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار
ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. ومن أكثر فيك من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم. وأبواب النيران مغلقة، فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم. والشياطين مغلولة، فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم.